بص قبل ما نبدا الفيديو، اللي بيحصل في ارسنال هو شغل المدرب من على الخط. مايكل ارتيتا عرف يستغل كويس قوي اصابه بيردلينو ويحولها نقطه ايجابيه للفريق. اصابه بيردلينو كان لما كان موجود كانوا بيلعبوا 4 4 2 اوقات 4 2 3 1 واوقات كتير قوي كان بيبقى 4 3 3 وكان في شويه كوبتر خطر. بعد اصابه بيردلينو 3 4 3 وفي الحاله دي بعد تحول ل 5 4 1، حاجه ثابته بالنسبه للسيد مايكل ارتيتا. علشان كده في شغل بدا يحصل على الخطه وفي تطوير بدا يحصل على الخطه وفي استقرار نوعا ما بدا يظهر في طريقه لعب ارسنال وفي اسلوب ارسنال التكتيكي. اما الناحيه الثانيه في تشيلسي ففي عك، في عك بقى له فتره طويله. انا بحب فرانك لامبرد جدا، انا بعشق حاجه اسمها فرانك لامبرد وبحبه جدا كمدرب وبتمنى له النجاح، بس فرانك لامبرد لما يغلط لازم اقول ان الراجل بيطلع يغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحدة من ليالي العيد الجميلة ارسنال بيكسب كاس الاتحاد الانجليزي، دي لوحدها عيد يا صديقي. سيبك من احنا في ايام اعياد وكل سنة وانت طيب بقى ومش تخسر حاجة اللي عمال تلاقي الكلام الحلو ده، بس بجد ارسنال خد بطولة يا صاحبي. ارسنال خد بطولة وعامل اداء جوه الملعب ممتاز جدا. يعني ارسنال مش كان يلعب سبع دقايق بدل ضايع، بس ارسنال لو كان يلعب لحد بكرة الصبح تشيلسي ما كانش عارف يجيب جون، علشان خاطر ارسنال كان جيد جدا دفاعيا وتشيلسي كان عنده مشاكل كتير جدا هجوميا. هتقول انت لسه فان تشيلسي؟ لا بص يا صديقي، مبدئيا كنت بشجع في مباراة تشيلسي، فلما اطلع اتكلم على تشيلسي واللي حصل لتشيلسي جوه الملعب فده بمنظور واحد كان بيشجع تشيلسي النهارده. مبدئيا يا صديقي تشيلسي النهارده عمل كل حاجه غلط من ناحيه فرانك لامبرد. اداره سيئه جدا جدا للمباراه خلت فرانك لامبرد يستاهل الخساره عن جداره في نهايه المباراه. يعني كان ممكن تطلع ببطوله، يعني حفظ ما الوجه نهايه السنه بقى وكل سنه طيب وصوت دوري ابطال وهتطلع منه الاسبوع الجاي قدام بايرن ميونخ ويلا يا عم ما عندناش اي مشكله، المهم ان انت خدت مركز رابع. انما تلعب النهارده مباراه وديربي لندن وتعمل اللي انت عملته جوه الملعب ده من البدايه 3 4 3 وتعمل زحمه في نص الملعب وبعد كده نفس اللي احنا بنقوله على تشيلسي من اول السنه اللي هو يا جماعه في 60 دقيقه بيلعبوا ماتيو كوفاتيتش 10 على 10، بعد كده كوفاتيتش بيقول لك غيرني، لو انت ما لحقتش تغيره يعمل مصيبه. وللاسف الشديد فرانك لامبرد النهارده صبر كتير قوي على التغييرات، حتى لما غير في اوقات كانت الفرقه راحت. يعني كان مفترض ان انت تغير اسبليكويتا، تغير طريقه اللعب وتلعب 4 3 3 بقى، انما لا انت كملت بنفس الطريقه ونزلت كريستيانسن اللي هو اساسا واحد من اسوء المدافعين اللي موجودين عندك جنب كورت زوما وجنب روديجر، هما الثلاثه اسوء من بعض وكوكتيل من قلب 60 نيله مع كوفاتيتش بدنيا في الشوط الثاني ومع انهيار جورجيني، وطبيعي ان انت هتلاقي ان في مشاكل وفي مساحات. انت ما فكرتش في الكلام ده ممكن يحصل في الشوط الاول؟ يبقى دي مشكله عندك. انت ازاي ما عرفتش تستغل اساسا ان انت اتقدمت في بدايه المباراه بهدف من لقطه فرديه ممتازه جدا لكريستيان بروسيتش اللي اول ما بيشارك بيظهر دايما ان هو احسن لعيب في تشيلسي، بس مش دي المشكله، المشكله ان انت جوه الملعب مالكش اي حاجه بتقول ان الفرقه دي في شغل تكتيكي بيتعمل من بره من جانب المدرب، مفيش اي حاجه تكتيكيه، مفيش اي جمل تكتيكيه بتحصل جوه الملعب، كل اللي بيحصل عباره عن حاجات فرديه وتصرفات فرديه من اللعيبه. مسموح لفرانك لامبرد يعمل كل اللي هو عايزه في اول سنه، دي اول سنه بتعلم فيها في التدريب، بس مش مسموح ان الناس تتفرج على الكلام ده وما تطلعش تقول يا جماعه في حك وفي مشاكل كتير قوي بتحصل. ايه الشخصيه اللي فرانك لامبرد بيبدا بيها مع تشيلسي؟ يعني فرانك لامبرد بيحب استحواذ مثلا، بيحب يلعب ضغط عالي، هو النهارده كان بيعمل ضغط عالي، بس لما كان بيعمل ضغط عالي كان بياخد الكره ويرجع بيها لورا ويتعمل عليها ضغط عالي من ارتيتا ويطلع بيها لحد نص الملعب وبعد كده يرجع بيها كمان لكورت زوما ويرجع بيها لروديجر يلا يا جماعه نبدا نقول جديد. في مشكلة كبيرة جدا من ناحية ماسون مونت. ماسون مونت لما ظهر في أول المباراة الراجل قدر يعمل لك اسيست في البداية، بعد كده ماسون مونت اختفى حرفيا ومع ذلك أنت برضه فضلت سايبه جوه الملعب. أنا كنت شايف إن فرانك لامبرد كان بيراهن على إن هو أنا عايز أطول الماتش، بس بعد ما تطول الماتش أنت لقيت إن أنت كسبان في البداية، فيلا بقى استفيد من النشوة بتاع المكسب، لا أنت مش عارف برضه تبني أي جملة هجومية تروح بيها ناحية دفاع أرسنال اللي هو في مشكلة عندك، واضح إن في مشكلة في إيقاع الفريق وفي مشكلة في شخصية الفريق. لما فرانك لامبرد بيخسر ماتشات ويطلع انت كده لعيبه لا احنا مش عايزين جوزيه مورينيو بتاع تشيلسي هو بالتفاصيل اللي هو المدرب كوماشي نتائج كويسه لما الفرقه تخسر يطلع ينتقد اللعيبه فاللعيبه تتخنق فيقدموا اداء ومستوى زي الزفت. احنا مش عايزين لامبرد يكون واخد الشخصيه دي من جوزيه مورينيو، احنا عايزين لامبرد يكون عنده تصريحات واسلوب جيد في الملعب نوعا ما مقارب لمورينيو، مش عايزين احنا الحته دي بتاعت مورينيو تلسع فيها، احنا عايزين على الاقل يكون في دفاع كويس. قلت ابو لامبرد ماله مال الدفاع؟ هقول لك واحد ماسك الفرقه من اول ماتش لحد اخر ماتش نفس المشاكل الدفاعيه هي ما بتتطورش وما بتتغيرش. ماشي ده عيب مدرب وعيب لعيبه، في مشكله في ان المدرب مش عارف يصحح اخطاء اللعيبه جوه الملعب. بقاله سنه كامله بيتلعب عليه كور عاليه وبتخش جوان، بقاله سنه كامله في مشكله في عمق الملعب الدفاعي، بقاله سنه كامله حتى لما بيحاول يلعب 3 4 3 وبيحاول يخلي اللعيبه يخشوا جوه الملعب زي ماركوس الونسو وريس جيمس النهارده برده كان في مشكله.
طيب ده معناه ان مش في مشكله جوه طريقه لعب تشيلسي اللي هي بيعتمد على فرانك لامبرد؟ ده معناه ان فرانك لامبرد ما طورش حاجه. فرانك لامبرد طلع بلعيبه في بدايه الموسم شباب، طلع لك موسم مونتو، طلع لك تامي ابراهام، وبعد كده اتخلى عن تامي ابراهام في لقطه غريبه جدا فجاه مره واحده كده، دخلت جورو جوه الملعب وبعد كده حطيت تامي بره علشان خاطر تامي بقى بيطلب مرتب من الفرقه. ممكن يكون الاداره ضغط عليك، ممكن جدا يكون الاداره ضغط عليك، بس ماشي. انت لما جورو لعب غيرت الطريقه وبقيت مضطر انك تلعب كور عاليه، هل انت عندك ناس بتعرف تلعب كور عاليه؟ عندك مشاكل كتير قوي جوه تشيلسي، ما ينفعش انك تبوظ كل اللي حصل النهارده في اصابات. طب ما قبل الاصابات الفرقه كانت عامله ازاي؟ الفرقه كانت عامله ازاي بعد ما جابت الهدف الاول؟ الفرقه كانت سيئه جدا، والفرقه كانت منتظمه ان هي هتخسر بعد التعادل، لان لعيبه ارسنال كانوا بيضيعوا كتير، وحتى قبل ما لعيبه ارسنال كان مكانه بيضيعوا. شفتش انت الكره اللي بيبي شوطها يا معلم؟ في مشكله، لامبرد بيحب وبيكره. ما ينفعش ان انت تبدا بولي كابيرو وتقعد كب على الدكه، ما ينفعش. ده مش شرع اي مدرب في العالم. اي مدرب في العالم شايف ان كابيرو جون على قده جدا وان كب اعلى منه بمراحل، معنى ان الراجل ارقامه سيئه. لا، في مشكله في خط الدفاع. اديك خيرته وحطيت النهارده كابيرو، ايه اللي اتغير؟ ولا اي حاجه، لان العيب في خط الدفاع. العيب ما كانش في كبه، مش شيله كبه هتلاقي الفرقه كسبت. وكابيرو وشه حلو، ايه يا عم وشه حلو وشه وحش دي؟ اديك لعبت بيه النهارده يا معلم. لازم تقف على ارض ثابته، مش تقف على ارض فيها مشاكل كتير قوي ممكن تغرز بيك. اديها النهارده غرزت وهتغرز بيك ماتش ورا. واعتقد ان انت ممكن تكون مطروح جدا ان انت تمشي في نهايه الموسم. كل ده ليه؟ عشان شويه معانده، عشان شويه لسه عايش في جو ان انا اللعيب اللي جوه الملعب اللي انا متعصب من حد باجي مغيره وباجي مقعده على الدكه. ده شغل ما ينفعش في تشيلسي، وده شغل ما ينفعش في فرقه انت عايز نفسها على الطوله. ممكن ينفع في ديربي كاونتي، انما ما ينفعش في تشيلسي بصراحه. يعني لامبرد النهارده يستحق ان هو يخسر المباراه عن جداره. انا من ناحيه ثانيه في ارتيتا، ارتيتا عارف كويس قوي استفاد من كل حاجه حصلت في الموسم بتاعه. اول ما كان بادي كان عايز يعتمد على اوزيل، لان اوزيل عنده مشاكل مع الاداره، جرب ان هو يعتمد على اللعيبه الشباب. بعد كده لا، اللعيبه الشباب عندهم مشاكل. بعد كده لما الاصابه بتاعت بردولينو جه استفاد منها كويس قوي، والاستفاده منها ان انت تغطي الاثنين مساكين بتوعك. ولما غطيت الاثنين مساكين واعتمدت على الفرديات بتاع اوباميانج وبيبي، اما لاجازيت، فلاجازيت لسه ما جاش من رحلته العقليه اللي هو انا اكبر من ارسنال وعايز امشي، اللي هو على اي اساس يا ابني؟ انت لعبت موسم كويس او موسمين فشايف نفسك ان انت اكبر من ارسنال ازاي؟ مش مهم. المهم كمان ان اوباميانج شايل الفرقه، ولا لازم يدوا له 300,000 اللي هو عايزها او 250,000 اللي هو عايزها. يا جماعه لازم يتجدد ليه؟ اوباميانج واحد من نجوم الفرقه، واحد هو ممكن يكون النجم الاول في الفرقه بعديه بيبي. لا يا جماعه، ارسنال ممكن يكون جاي، بس جاي رحله ان هو ينافس على المراكز اللي هو بيجي السنه الجايه، انما جاي ينافس على الدوري انا بشتغلك. لو قلت لك الجمله دي، بص هارد لك لتشيلسي، ولازم تفكر في الكلام اللي انا قلته بعقلانيه، ما تفكرش فيه في الحته اللي انا بتحب لامبرد. انا بحب لامبرد اكتر منك، بس انا شايف ان الراجل لما بيغلط حاليا انك تطلع وتنتقد مش حرام. وهارد لك على الخساره صديقي، وهارد لك على كبيره، وهارد لك على كل المعاتيه اللي انت فيها دي. انا ملاحظ كل الكلام، انا عندنا وست، عندنا اوتامينج، وعندنا ده منه كتير والله. مش أخسر حاجة لو عملت لايك، والله مش هارد لايك، بس أعمل لك إيه؟ خسرت، ممكن تعمل لايك مش